وللحديث عن التصريحات الأخيرة لنور المالكي وعلاقة التحركات الأمريكية بإمكانية إسقاط النظام السوري، معنا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. مرحبا بكم. إلى أي مدى يمكن ربط هذه التحركات الأمريكية في العراق وعلى حدوده بتغيير محتمل في سوريا كما قال المالكي؟ لا أعتقد أن هناك نية للإدارة الأمريكية الحالية مثل ما كان، لم تكن هناك نية للإدارات التي سبقتها لتغيير النظام المجرم في سوريا الذي قتل الشعب السوري ودمر سوريا. وبالتالي الإدارة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة من زمن أوباما وحتى الآن هي التي ضمنت وجود هذا النظام في سدة الحكم في دمشق وسلطته ومنحته الكثير من الفرص ليبقى يمارس إجرامه بحق الشعب السوري. بالتالي هذه التحركات الأمريكية لا علاقة لها على الإطلاق بتغيير محتمل في سوريا. الذي سيسقط النظام في سوريا هو الشعب السوري وصموده وثورة الباسلة المستمرة. أستاذ مصطفى، كيف يمكن التعقيب على تصريحات المالكي التي جاءت بهذا الاتجاه؟ لماذا صرح بهذا الشكل وهي تصريحات غير مستوعبة أو غير منطقية كما يصف مراقبون؟ أولا، هذه التحركات الأمريكية هي رد على نوع من المماحكات التي يعني شهدتها المناطق الحدودية بين العراق وسوريا من جانب الميليشيات، واستهدفت فيها الوجود الأمريكي في تلك المنطقة وبالتحديد في داخل سوريا. لذلك هي محاولة لا أقول ضبط الحدود بشكل كامل، ولكن التواجد على الحدود بين العراق وسوريا في محاولة لتخفيف وليس لقطع الإمداد أو التواصل بين الميليشيات الإرهابية التي هي أذرع النظام الإيراني في العراق وفي سوريا. هذا هو السبب الأساسي لوجود هذه التحركات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة، مع تبديل بعض القوات إذا كان هذا الأمر يعني صحيحا بهذا الشكل. تصريحات المالكي وكل العصابات التي تتحكم في العراق منذ احتلاله، سواء كانت عصابات تابعة لإيران أو لجهات أخرى، كلها تدين بالامتنان الكبير للنظام السوري، لأن النظام في سوريا منذ زمن حافظ الأسد وحتى عهد بشار الأسد كان يمد هذه الجماعات الإرهابية ويفتح لها المقرات ويمولها يعني دورها في لإسقاط الدولة الوطنية في العراق، وهذا ما تحقق بفضل الاحتلال الأمريكي الذي جلب هؤلاء العملاء والجواسيس والمرتزقة من كل مكان وسلمهم حكم العراق. لذلك حديث المالكي يأتي في إطار الحرص الشديد على هذا النظام الإرهابي في سوريا، امتنانا لدوره السابق ولأهمية وجوده في إطار المشروع الإرهابي وهو مشروع ولاية الفقيه الكبير الذي يستهدف المنطقة كلها ويمتد عبر العراق وسوريا ولبنان وربما أطراف ودول أخرى وحتى في الخليج العربي. نعم. على ما يبدو أن بعض قادة الأحزاب يحاولون استغلال هذه القضية في مسألة انتخابات مجالس المحافظات التي بدأوا بالترويج لها مبكرا كما وصف بعض المراقبين وبعض النواب في البرلمان العراقي، هل تعتقد أن ثمة علاقة لذلك بهذا الموضوع؟ لا طبعا لا توجد علاقة، ولكن حضرتك تعرف ويعرف المشاهد الكريم المزاودات التي تحصل في حمى مواسم الانتخابات سواء البرلمانية أو المحلية أو غير ذلك، من عندما تكون هناك صراعات سياسية محتدمة تبدأ المزايدات في موضوع المقاومة وموضوع التصدي للقوات الأمريكية وإلى آخره، وهم كلهم
كل هذه الميليشيات والأحزاب والشخصيات في شمال الوطن أو في وسطه أو في جنوبه، كلها جاءت ووجدت وخلقت بفضل الاحتلال الأمريكي للعراق. لذلك هذه الميليشيات يجب أن ترد جميل الولايات المتحدة التي غزت جميل، يعني بين قوسين طبعا مع التحفظ على الكلمة، ولكن لأنها هذا الجميل في برقبة هؤلاء القتلة والمجرمين واللصوص والمزورين، هؤلاء جلبتهم أمريكا وسيدتهم على حكم العراق، لكن لا علاقة لموضوع الانتخابات بهذا الشكل بشكل مباشر. أستاذ مصطفى، إلى أي مدى يمكن لهذه التحركات وهذا التبديل الروتيني كما وصفتم بضبط أو منع التهريب، تهريب المخدرات، والتي أصبحت سوريا مروج أساسي لها في المنطقة العربية حتى وصلت بعض الدول الأوروبية؟ لا أعتقد أن هناك صلة، ولكن أنا قلت أن هناك نوع من التحرشات الميليشياوية نتيجة أوامر إيرانية طبعا بالقوات الأمريكية المتواجدة في شمال شرق سوريا، لذلك هي محاولة لضبط نسبي للحدود وقطع نسبي للتواصل بين الميليشيات الموجودة في العراق والميليشيات الموجودة في سوريا. وأنا أعتقد أن هذا إجراء مرحلي ومؤقت، وستعود الميليشيات متواصلة، لأن الولايات المتحدة تعمل على إدامة هذا الوضع الفوضوي غير المنضبط في المنطقة خدمة لمصالحها وخدمة لمصالح سياسية مرتبطة بالوضع العراقي والوضع السوري وأيضا بالمفاوضات مع إيران. أشكرك جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر.